واحد تسعة وقف هنا يا مبين يعني حالته مو طبيعيه وعرض حياه الاخرين للخطر وحتى حياتنا يعني محاوله الاصطدام كذا مره. فتابعناه تقريبا المنطقه كلها دواوير لين دش صوب البيوت. اول فره، ثاني فره، ثالث فره، رابع فره، نفس البيت قاعد يحول يعني نفس الدوار قاعد يحوم حوالين البيت. فبلغت العسكري انه في يعني حسب خبرتي الميدانيه انه في بيت من البيوت راح يبطل له الباب، لان يعني نحشته غريبه نفس الدوار المنطقه. ففجاه وقف عند البيت وبطلوا له الباب، يعني صفط كذي من البيت وبطلوا له الباب يبي يدش داخل.
عادي عادي خلي الجهتين صعبة بس تعد لا بطل لا تقل لا تقل شيء ما يحاجه بطل الله بس أبي سلاح أبي سلاح بالله في ده شيء فهمت ما يصير لا تقل شيء تعرف تقل هو بيت مالي بس ما يبغى زيت لايت ما سخاف دايما خلا احنا شيء زي بتني على ما يجون فهمت فاول ما دش داخل مرافقه ابن حاشي لجهه غير معلومه مسكنا مرافقه ما مدانا طبعا لما ننزل له واثباتاته موجوده يعني كان بوكا بالدوريه واسمه موجود وكل شيء مسكنا مرافق ساغ الدوريه مسكنا معاهم طبعا جنطه يمكن صوره الضبطيه عندكم انواع المخدرات يعني كوكتيل